وزارة الصحة الجزائرية راهي تقول بأن الجزائر راح تدخل المرحلة الرابعة من موجة كورونا. كما هو معلوم الموجة الرابعة راهي دخلت بزاف دول أوروبية وعربية. السؤال يطرح نفسه، هل ستغلق المدارس والجامعات؟ بما أن وزارة التربية الوطنية راهي معنية بهذا القرار، وأكيد بعد استشارة اللجنة العلمية لوباء كورونا، فلا يوجد خبر رسمي يثبت غلق المدارس والجامعات، والأخبار اللي راهي تدور في الفيسبوك والإنستغرام هي عبارة عن شائعات برك. في غالب أحيان ما رحش يغلقوا المدارس ورح يعملوا بالحيطة والحذر. ما الوصية تاعي ليك أيها الطالب؟ اتلاها بقرايتك برك، غلقوا المدارس ولا ما غلقوش المدارس، هذا الشيء ما يخصكش انت. على بالك تقدر تقرأ رياضيات عام كامل بألفين دينار؟ وزيد كاين عروض مليحة بزاف مع فهم. للمزيد من المعلومات تواصلوا معنا.